صباح الخير او مساء الخير على حسب ما تشوفوا الفيديو. النهارده طالعه لكم بحاجه مختلفه خالص، بس يا ريت يكون عندكم شويه من الوقت تسمعوني للاخر. انا جاي النهارده اكلمكم عن كلنا بنقول يا رب في الغلاء، كلنا تعبانين جدا 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 منه. كلنا ما بنقولش دلوقتي غير كلمه يا رب. طب احنا عايزين ربنا يساعدنا، ازاي ربنا يساعدنا؟ اسمعوني بس للاخر عشان فعلا الكلام ده مهم جدا جدا جدا. احنا عايزين ربنا يساعدنا، وربنا واحنا ماشيين برضا ربنا كلنا عارفين كده، وبنقول الحمد لله على كل اللي احنا فيه. بس معظمنا وانا واحده منكم ومنهم بقول لكم ان انا مزعله ربنا. هقول لكم مزعله ربنا ليه. ربنا وصى كل الاديان على صله الرحم، صلة الأب الأم الأخت بنت العم بنت الخالة، كلنا ربنا وصانا على صلة الدم. احنا دلوقتي من كتر ما احنا مش مستحملين بعض ما بقيناش بنعذر بعض. كم واحد بيرمي أمه، كم واحد بيرمي أبوه، كم واحد بيزعل من أخته ويعمل بلوك، وأنا مش عايز أشوفكو، أنا مش عايز أعرفكو. ما هي دي حاجات كلها بتزعل ربنا، بتزعل ربنا مننا احنا. احنا كلنا ماشيين في دنيا عمالين بنخطب بيها يمين وشمال عشان اكلة العيش، وكلنا بنقول يا رب بس ما بنعملش بوصايا. ربنا وصانا على صلة الدم وصلة الرحم، وبقينا تقريبا كلنا بنقطع في بعض. اللي بيقول ما بيقطعش هقول لكم انت كدابين. فكر كويس وشوف انت كام واحد زعلان منه، من عيلتك من اهلك من دمك، عامل لهم بلوك. قبل ما اطلع اعمل الفيديو ده كنت بسأل، هو ليه احنا وصلنا لكده؟ ليه الشعب كله بيقول يا رب وربنا بحكمته وبكل حاجة الموضوع بيسوء، الزلازل الهرقين الغلاء، الناس بتاكل في بعض، الناس بترمي عيالها، الناس بقطع في بعض، ده كله ان ربنا زعلان مننا. بنقول يا رب بس ما بنعملش بيها. نعمل بيها بصلة الرحم، نبتدي كلنا لو بنحب بعض بجد وبنحب ربنا زي ما احنا بنقول وعايزين ربنا يشيل عننا ده كله، نبتدي نعمل بوصية بجد. عايزه اقول لكم ان انا ولا شيخه ولا قسيسه ولا دارسه ولا 24 ساعه في الكنيسه ولا الكلام ده كله. انا واحده عاديه جدا طالعه بتقول قدام الناس كلها ان هي ما كانتش ماشيه بدينها. مهما كان دينك هو ايه، الدين تسامح، نسامح بعض ونغفر لبعض بجد عشان ربنا يغفر لنا من قلبه. كل واحد عمل بلوك لحد من دمه وحد من اهله يبتدي يشيله ويقول يا رب سامحني، وبلاش نعاتب بعض فيه، لان العتاب هيجيب مشاكل اكتر، وما بقاش حد فعلا مستحمل، ولا بقى عندنا كفاية كل واحد كل اربع حيطان شايلين مشاكل تهد جبال زي ما بيقولوا. الناس بقت بتسرق من بعض، الناس بقت بتقتل بعض، الناس بقت تحط ايديها في جيب بعض، الناس ما بقتش لاقيه اللقمة. بنقول يا رب ارحمنا عشان يا ربنا يرحمنا من الغلاء. كل واحد يبتدي بنفسه. مش غلط ان احنا نقول احنا غلطانين، على فكرة ده هي دي القوة ان ربنا ادهلنا، ان احنا متمسكين بيه وطالعين نقول قدام الناس كلها يا رب احنا غلطانين. يمكن ربنا ادانا السوشيال ميديا بس احنا بنستخدمها غلط. احنا بنستخدم البلوك لكل اللي بنحبهم، وبالعكس ممكن نحط كواحدة منهم هقول لكم، كنا بنضايق بعض بأغاني ملهاش اي لازمة، بنضايق بعض ونقول اما احنا حطينا الاغنية دي هم ليه خدوها على نفسهم. لا، كل واحد كان عارف وقاصد هو بيحط ايه وبيتكلم عن ايه.
لازم نعرف ان لينا كبير، وكبيرنا هو ربنا. مش عايزة اطول عليكم اكتر من كده، وبقول لكم لو انتوا فعلا عايزين ربنا يشيل الغلاء، واللي بيقول فعلا ربنا موجود، نسامح بعض، نشيل البلوك من بعض. ولو انت يا سيدي محرج تقول لحد ان انت شلت البلوك، شيل البلوك واعمل شير للفيديو، يمكن نجمع اكتر ناس فعلا بتقول يا رب ان ربنا يرحمنا. لو الشعب رحم بعض ربنا هيرحمنا، لو الشعب حب بعض ربنا برضه هيرحمنا، لو كل عيلة حبت بعض من قلبها ربنا هيرحمنا. رحمة ربنا هو ده اللي احنا عايزينه، نقول يا رب بس نقولها بجد بجد من قلبنا. نحب بعض، نسامح بعض، نشيل البلوكات من بعض. بلاش الإخوات يكرهوا بعض، بلاش الأب والأم والأخت وصلة الدم تتقطع ما بيننا. ارحموا بجد صلة الدم والقرابة. خلي غضب ربنا يقل، ربنا زعلان مننا بجد. وربنا يرحمنا كلنا، ويا رب اكون قدمت فيديو يكون خفيف بجد على قلبك، ويمكن تسمعه من قلبك وتعمل بيه. ولو عملت بيه اعمل له شير لكل الناس اللي انت بتحبهم، وقول لهم نسامح من قلبنا عشان ربنا يرحمنا، نرحم بعض شوية. واشوفكم الفيديو الجاي، ويا رب ما اكونش تقيلة عليكم، ويا رب اكون قلت حاجة استفدنا كلنا بيها هي الرحمة. واشوفكم الفيديو الجاي، ويا رب الاقي الفيديو ينتشر، مش عشان حاجة صدقوني، الفيديو ينتشر عشان نرحم، عشان نحب، عشان نسامح، ونقول يا رب من قلبنا. واشوفكم الفيديو الجاي، ويا رب نحب بعض. تصبحوا على خير.